وهير قول لي دابا زعما واش انت باقي عاقل على الضمير المستتير المبني للمجهول الجار ولا المجرور؟ زعما واش باقي عاقل على هذا الشيء؟ عرفتي دابا علاش ما تعلمتيش لا كونجوغيزون؟ حيت بغيتي تتعمق بزاف كثر من القياس وفي الاخر سمحتي في كل شيء. وتعلم لا كونجوغيزون اللي غادي تهضر بها اللي غادي تتكلم بها. اما القواعد ما تنقولكش القواعد مهمين باش ما يجيش شي واحد يبدا يقول لي راك هي تتخربق. القواعد مهمين بالنسبه للناس اللي دايرين تخصص، يعني الناس اللي دايرين تخصص في اللغه بحال مثلا المعلم الاستاذ الكاتب المترجم الصحفي، هادو الناس اللي تحتاجوا اللغه تحتاجوا يكتبوا بها، يعني بطبيعه الحال يعني خصو يكون عارف القواعد ديال اللغه وضابطها كامله، فهمتيني؟ اما انت يكفي انك تعرف بعض القواعد الاساسيه باش تهضر بها وتسلك بها راسك. اما كثره القواعد راك ما غاديش تحتاجها في حياتك اليوميه، المهم وهو تكون هضرتك مفهومه. اون كومونس. Je peux parler en français. Je peux parler en français. هذه في لو بريزون، هذه في الحاضر، دابا حاليا هي انا تنقدر نهضر بالفرنسي. Je peux parler en français. هذا لو بريزون. Je peux وهي تنقدر. بالعربية استطيع، استطيع التكلم باللغة الفرنسية. انت تقدر تهضر بالفرنسي. Tu peux parler en français. انت تستطيع التكلم باللغة الفرنسية. هذا لو فيرب pouvoir. استطيع تنقدر. هو تيقدر يهضر باللغة الفرنسية، هو تيهضر بالفرنسي. Il peut parler en français. هذا في لو بريزون. Nous pouvons parler en français. حنايا دابا تنقدروا نهضروا باللغة الفرنسية. Nous pouvons تنقدروا نستطيع التكلم باللغة الفرنسية. حنا انتم تستطيعون التكلم باللغة الفرنسية. Vous pouvez parler en français. تتقدروا تهضروا بالفرنسي. بالدارجة تنقولوا انتوما. Ils peuvent. بالدارجة تنقولوا هما. هم يستطيعون التكلم باللغة الفرنسية. هم. Ils peuvent. بالدارجة تنقولوا هما تيقدروا يهضروا باللغة الفرنسية. دابا ننتقلوا للو باسي كومبوزي. يعني هو الماضي. شي حاجة دازت. شي أكسيون دازت في الماضي. تنقولوا جي بو باغلي اون فرونسي، قدرت نهضر بالفرونسي. جي بو انت تو ا بو باغلي اون فرونسي، قدرتي تهضر باللغه الفرنسيه. تو ا بو هو الى بو، هو قدر يهضر باللغه الفرنسيه. الى بو باغلي اون فرونسي مثلا في شي اجتماع او في القسم او شي حاجه تنقولوا الى بو باغلي اون فرونسي. دابا حنايا nous avons pu قدرنا شحال هادي ماشي دابا nous avons pu حنا قدرنا نهضروا باللغه الفرنسيه مع المعلم، استطعنا ان نتكلم باللغه الفرنسيه. vous avez pu انتوما قدرتيو تهضروا باللغه الفرنسيه. vous avez pu ils ont pu هما قدروا في الباسي يهضروا باللغة الفرنسية. دابا ننتقلوا للفيتور سامبل وهو المستقبل. جو بوغي لو فيغ مثلا، يعني نقدر نديرها. جو بوغي لو فيغ او بيان جو بوغي باغلي اون فرونسي، او نقدر استطيع التكلم استطيع مستقبلا ان اتكلم باللغة الفرنسية. استطيع تنقدر او غادي نقدر بالدارجة. جو بوغي يا غادي نقدر. جو بوغي غادي نقدر. Je pourrais parler en français. انت راك غادي تقدر تهضر باللغه الفرنسيه، ما تقولش لا ما نعرفش لا ما نقدرش. لا tu pourras غادي تقدر. هو il pourra هو il pourra غادي يقدر يهضر باللغه الفرنسيه. هذا الشيء خصكم تسمعوه دائما باش تكتسبوا الطلاقه اللغويه. هذا هو الحل اللي كاين. يعني شحال من واحد تيقول لي لا راه تنسى، خصك تسمع. دابا نقولوا واحد الطفل صغير شحال خصو باش يتعلم اللغه؟ تقريبا على 3 سنين 4 سنين تيبدا يفهم. نقول له مثلا واحد العباره، حل الباب وسد الباب، شحال سمعها من مره؟ يعني راه سمعها مئات او الاف المرات باش دخلات ليه للراس. حتى انت دابا خصك تسمع il pourra غادي يقدر، خصك تسمع مئات المرات باش تدخل لك لراسك. هذا هو الحل اللي كاين، ما كاينش شي حل سحري. غادي يقدر il pourra.
Nous pourrons. غادي نقدروا نهضروا بالفرنسي. Nous pourrons. Vous pourrez. غادي تقدروا. غادي تقدروا. نتوما اللي تتفرجوا دابا فيا في لا فيديو غادي تقدروا تهضروا بالفرنسي. Vous pourrez parler en français. Ils pourront. Ils pourront. غادي يقدروا. Ils pourront. دابا ننتقل لو فيرب savoir. نتاو نديروا ليه التصريف ديالو في لو باسي و لو بريزون و لو فيتور سامبل. Bon, je sais faire la pâtisserie. Je sais faire la pâtisserie. دابا هادي في لو بريزون. دابا الحاضر. يعني تنعرف ندير لا باتيسري. تنعرف ندير هادشي ديال الحلوى. أو بيان تنقدروا نقولوا je sais faire la cuisine. تنعرف نطيب. تنعرف نطيب. Je sais faire la cuisine. أو بيان je sais faire la pâtisserie. تنعرف نطيب الحلوى. تنعرف ندير الحلوى. هادشي ديال لا باتيسري. ديال لا كريم وهادشي ديال لا باتيسري. انت tu sais faire la pâtisserie. انت تتعرف دير الحلوى. هو دابا حنا دائما في لو بريزون. هو تيعرف يدير الحلوى. il sait faire la pâtisserie. تيعرف يصيب الحلوى. nous savons. تنعرفو نصيبو الحلوى. nous savons. حنا دابا حنا اللي جالسين. nous savons faire la pâtisserie. nous savons faire la cuisine. تنعرفو نطيبو. vous savez. تتعرفو طيبو. vous savez faire la cuisine. vous savez faire la cuisine. نقدر نقول لك كذلك. يعني حنا تنعطيكم غير عبارات مفتاحيه وانتم عاوتاني وظفوهم في داكشي اللي بغيتيو. زيدوا عليهم داكشي اللي بغيتيو. vous savez مثلا vous savez faire la le ménage. تتعرفوا كيفاش ديروا هادشي ديال الميناج. تخملوا الدار وتقادوها وكذا مثلا. vous savez faire. ils savent. تيعرفوا. بدايه تقولوا هما تيعرفوا يطيبوا. ils savent faire la cuisine. دابا le passé composé j'ai su. عرفت شحال هادي. ماشي دابا شحال هادي. j'ai su faire la pâtisserie. عرفت ندير la pâtisserie. tu as su. عرفتي دير la pâtisserie. tu as su. عرفتي شحال هادي. il a su. هو عرف. nous avons su. عرفنا. nous avons su faire كذا كذا. vous avez su. عرفتيو كيفاش ديرو. عرفتيو طيبو. عرفتيو vous avez. عرفتيو. ils ont su. عرفو. ils ont su. هذا كما قلنا الماضي. دابا ننتقلوا لو فيتور سامبل. لو فيرب savoir. دائما مع لو فيرب savoir. لو فيرب savoir في الفيتور سامبل تنقولوا je saurais. je saurais m'adapter مثلا. يعني انا نعرف كيفاش نتادابتا. غادي نعرف كيفاش نتادابتا مع الجو مع العمل مع شي حاجه. je saurais يعني غادي نعرف. je saurais غادي نعرف نتادابتا. ولا je saurais faire la cuisine. غادي نعرف نطيب. غادي نعرف. غادي نعرف. je saurai. انت tu sauras يعني غادي تعرف. طيب غادي تعرف دير لا pâtisserie. tu sauras faire la pâtisserie. هو il saura. غادي يعرف يدير لا pâtisserie. il saura faire la pâtisserie. nous saurons يعني حنا دابا في المستقبل. nous saurons faire la cuisine. غادي نعرفو نطيبو. vous saurez. انتم غادي تعرفوا. انتم غادي تعرفوا طيبوا. ils sauront هما غادي يعرفوا يطيبوا. ils sauront غادي يعرفوا في المستقبل.